دلوقتي انا لو عايزه ارسم الرسمه دي بالمربعات بعمل ايه؟ بستخدم ابلكيشن يعمل لي عليها مربعات لو انا مش هطبعها. لو انا كنت هطبعها فيها ليه فيديو معمول حلو جدا على اليوتيوب. انا هنا بستخدم ابلكيشن اسمه جريد دروينج. في ابلكيشنز كتير جدا بس انا نفسي بحب البرنامج ده اللي هو الابلكيشن ده، هبعته لكم على الواتساب لو انتم مش عندكم. اول ما تفتحوا الابلكيشن ده هيكون هنا في نغير العدد هنا وهنا، يعني لما ندخل السيتنجز هيكون من غير دول. ده لو انت اول مره تنزلوه هتلاقوها بالمنظر ده. ما ينفعش نبدا نشتغل كده لانه لو حطيت هنا اي مربعات وهنا كمان مثلا اي عدد من المربعات وعملت جريد انا ممكن يطلع لي مستطيلات زي ما احنا شايفين كده طالع مستطيل. لا انا عايزاه يفضل دايما مربع، فانا هعمله في السكوير مود. ده اول حاجه. تاني حاجه هخليه يكتب لي الارقام. الاخر حاجه ده السيكنس بتاع الخط اللي برسم بيه، ده على حسب الصوره الكواليتي بتاعتها. ساعات بنختار 1 بكسل وساعات بختار ازود عن ال 1 بكسل. فخلوني دلوقتي ابدا ارسم. هختار عدد المربعات. خلينا نقول احتفالا ان كل ما بزود المربعات كل ما كانت الدقه اعلى، مثلا علشان نبقى في الوسط ما يبقاش اوفر قوي في المربعات ولا نبقى قليلين قوي من ناحيه فري هاند. ممكن نحط يعني من 10 ل 15، يعني ممكن 12 مثلا. بعد كده ادوس جريد. تمام، طلع لي هنا 10 مربعات وهنا 12. هو ال 12 ده اللي هو اللي بالطول. تمام، الصوره دي لو عملت لها سيف انا هنا اوكي في الابلكيشن ظاهر لي لحد 10 بس. دلوقتي انا اول ما دخلت على الجاليري لقيت ان هي ايه كامله 12. هو بس الابلكيشن اخر ابديت لي ما بقاش يبين اخر جزء من الصوره، فهنا كمان 11 مش 10. فانا دلوقتي العرض بتاعي 11 والطول 12. انا اخترت 12 اللي هي عدد الروز. عدد الكولومز دي مش ثابته، يعني مش دايما بيكون هنا 11. ساعات لو الصورة بالعرض اصلا ممكن اختار هنا 12 وهنا تظهر لي 20 واحدة. تمام، فهو على حسب. اوكي، دايما بخلي طبعا الرقم الصغير هو اللي هيترسم هنا. يعني انا مثلا هنا لو كان 20 مربع يعني معناه ان الصورة قصيرة من هنا وعريضة قوي، كان ممكن اقلب الاسكتش كده. تمام، طيب انا عندي هنا 11 وهنا 20. الفكرة بقى دلوقتي انا بختار مقاس المربع ده كام، 1 سنتي ولا 2 سنتي ولا 3 سنتي ولا 2.5. انا لو انتم من الناس بتصحوا تجربوا، يعني مثلا لو خليت المربع سنتي معناها ان هنا هيبقى 11 سنتي. 11 سنتي ده مثلا يعني حاجة لحد هنا، من هنا لحد هنا، والطول بتاع 12 سنتي يعني حاجة صغيرة قوي. طب نجرب اللي بعدها لو خليناها 2 سنتي. 11 في 2 ب 22، يعني العرض بتاعي هيبقى كده، which is يعني يدوب بيفت الرسمة فعلا. والطول 12 في 2 يعني 24، يعني هيبقى مثلا من هنا لهنا لحد اهو اخر الورقة. لو انا بادئة من هنا او يعني لو خلينا نقول ان احنا نوسطنها هيبقى من هنا لهنا. فانا شايفة ان المقاس ده مناسب. يمكن انا لسه عندي حتة هنا وحتة هنا في الطول بس العرض يدوب على القد، فالاتنين سنتي هي المقاس المناسب. خليني برضه اقول لكم عشان تبقوا عارفين، في الاغلب هيطلع لكم 2 سنتي. لو انتوا دايما بتعملوا مربعات في رينج من 10 ل 15 وترسموا على مقاس A4 في الاغلب هتلاقوا 2 سنتي. ممكن ساعات تبقى 2.5 بس في الاغلب 2 سنتي هتكون تمام. هبدا ان انا اعمل البرواز بتاع الرسمه بتاعتي اللي هو من فوق 11 في 2 اللي هم 22، بعدين الطول بتاعي 12 في 2 اللي هم 24. ونحاول بقى ان الخطوط بتاعتي تكون مش مايلة، تكون مظبوطة قوي. هنا كمان 24. تمام، دلوقتي بعد ما خلصت الفكرة بقى ان انا اما اجي اوصل من هنا لهنا المفروض يطلعوا 22 سنتي بالظبط زي فوق، بس هل هتطلع زيها بالظبط ولا لا؟ في الاغلب بيكون الخطين دول يقربوا شويه من بعض يبعدوا شويه عن بعض. لو طلع لي مثلا بدل 22 20، لا فدي كده حاجه غلط قوي. يعني ممكن اقصى نسبه ايرور نسمح بيها نص سنتي، انما ازيد من كده فالاحسن نشوف الغلط ايه نعدله. انا مثلا اهو طلعت معايا بالظبط 22 سنتي، هوصلهم. ودلوقتي بقى نبدا نعمل المربعات على الرسمه. الرسمه دي هتتظلل بالتسريح، فما يفضلش ابدا ان انا افضل امسك الورقه كتير وبهدل فيها، ولا حتى نعمل مربعات تقيله. لازم المربعات تتمسح باستك الفحم، يعني ايدي هتكون خفيفه جدا جدا. كل 2 سنتي دلوقتي هعمل العلامه فوق وتحت. في ناس بتكسل وتعمل تحت بس او فوق بس وتوصل وبالحظ، بس يعني في الاغلب بتبقى غلط. المربعات حاجه يا تتعمل صح يا ما تتعملش خالص، يعني ان احنا
ده زي اساس وبنبني عليه، فلو الاساس مش صح يعني يبقى ملهاش لازمه. فجابوا بقى ان انا ارسم مربعات اي كلام كده واشتغل يعني بالحب، لا خلينا نبقى احسن فري هاند. لو انا كده كده مش عايزة اعمل مربعات بالظبط، يبقى او نقلل عدد المربعات، مثلا ممكن حد يعملهم 5 مربعات بس، ماشي؟ يعني هو يا ترسم مربعات مظبوطة حتى لو قليلة، يا ما ترسمهاش خالص عشان ما تبقاش لا منك عرفت ترسم فري هاند ولا عرفت ترسم مربعات وتلاقي نفسك اتخنقت من الرسم. كده خلصت خلاص التخطيط كله، هبدأ بقى كل شرطتين كده اوصل بينهم. ما تنسوش ايدي خفيفة جدا، انا عايزة الاوتلاين ده يتمسح او الخطوط دي تتمسح بلاستيك الفحم، ايدي خفيفة قوي. وبعدين كمان بالعرض دلوقتي بعد ما خلصت التخطيط كله، هبدا ان انا ارقم المربعات زي ما هي بالظبط مترقمه على الابلكيشن. هنا ده 1، انا بحب رقم بره المربع مش جواه. 11 هنا، وهنا اكيد لازم يطلعوا 12. دلوقتي بقى انا اقدر ابدا اني ارسم من اي حته عجباني، مش زي بقى الفري هاند. يعني مثلا لو انا عايزه ارسم من المناخير ينفع، ببدا اشوف المناخير فوق هنا ببدا في المربع رقم 6، ومن تحت هنا مثلا في المربع رقم 8، اجي 6 من هنا و8 من هنا وابدا اعمل المناخير. بس بقى بصوا بقى ده الجزء احنا اتفقنا المربعات بتجيب الشباب بنسبه 90% بس تقريبا. هنا الجزء ده صغنن قوي قوي اللي جاي في المربع، والباقي اصلا مساحة كبيرة فاضية ما فيهاش مناخير. في ناس بقى تقوم نازلة بالمناخير لتحت، فانتوا متخيلين المسافة دي كلها معناها ايه؟ معناها المناخير هتكبر جدا جدا ومش هتبقى شبهها اصلا. فاحنا بنمسك مربع مربع واتعامل معاه انه رسمة وارسمها باتقان يعني. ومجرد ما انا عرفت ابدا من هنا خلاص انا بقى هبدا اسحب من مربع اللي بعده. مثلا ابص هنا على المسافه اللي متساب الجزء ده، يبقى انا عندي لازم اكون سايبه نفس الجزء تقريبا. اوكي مثلا عملت اهو المناخير خلاص، اجي اعمل مثلا العين اشوفها برضو هنا في المربع فوق هنا رقم 7، وجنب في الجنب هنا اخر الحتة الصغننة دي، الحتة الصغننة قوي دي هنا مربع 6 7 من هنا و6، وابدأ اعمل نفس الكلام. بصوا عينيها في كتير اسود حوالين العين، فهعمل الخطين هنا بقى. انا ببقى كده انا واثقه من مكان الحاجه صح، فانا برسمها من اول مره صح بقى، مش زي الفري هاند برسم الاول من غير تفاصيل، لا هنا بقى انا برسم بتفاصيل على طول. ونعمل اوتلاين لكل حاجه، لان هنا الرموش هتوصل لحد فين، او الغامق يعني بمعنى اصح اللي حوالين العين ده. هنا مثلا الحاجب واصل لحد هنا، الحاجة بقى هنا كان رفيع قوي. الصورة دي قديمة ايام موضة الحواجب الرفيعة. برضو التظليل تحت العين ده اعمله مكانه برضو.
وهكذا. هنا في ظل تحت المناخير بس، ونفضل ماشيين كده مع المربعات واحدة واحدة لحد ما هنلاقي اصلا الرسمة خلصت. يعني برضو دوران الوش، اما هيجي اعمله هنا شوية دوران الوش بيلخبط بقى في المربعات عشان بيمشي على عدد مربعات كتير. فممكن مثلا ايه في كل مربع كده اعلم انا هوصل فيه لحد فين، وبعد كده ابقى اوسط بينهم عشان الموضوع ممكن يكون بيلخبط شوية ناس. وهنا مثلا هتبدأ تبان بقى الود زي ما شفت، الموضوع سهل. يعني اوحش الحالات ايه اللي ممكن يحصل؟ الشبه ممكن يبعد حاجة بسيطة بس، في كل الأحوال هيبقى بني آدم. بس بقى فيها غلطات بقى ممكن تحصل، هو إن حد مثلا ينسى مربع أو يعمل العين بدل المربع ده المربع اللي تحتيها. فطبعا لازم نكون يعني مركزين، الغلطات زي كده هتبان، يعني هتحسوا إن في حاجة غريبة. طبعا الصورة هتبان بقى أكتر بالتظليل، بس ده الأوتلاين بتاعها وفكرته. شايفين انا ماشيه الاوتلاين باي ترتيب عادي. مفيش بقى احتماليه انه المسافات بقى تطلع تتغير او كده، بس اركز بس في كل مربع ومش هيحصل لها حاجه. طبعا كبداية يعني بالنسبة مثلا لحد مبتدئ قوي ممكن برضو المربعات تبقى بالنسبة له صعبة، لان زي ما اتفقنا هي مش كأني بشف، لا انا برضو في نسبة صعوبة ولو بسيطة. بس تقريبا كده الاوتلاين خلص، هعمل نفس الكلام في الشعر. بس هي دي كل حاجة تخص المربعات علشان برضو الفيديو ما يطولش قوي. هنكمل اوتلاين الشعر والتظليل هيكون المرة الجاية. هنشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد. باي باي.